Hey kids, today our lesson is about multiples. خلونا نشوف شو معنات multiples. رح نشرح شو معنات multiples هلأ. What is a multiple of a number? خلونا نشوف هيدا الإكزامبل. مثلا إذا عنا 3 times 4 equal 12. Okay. منقول نحنا إنه 3 وال 4 هني factors لل 12. بهيدا الحالة نحن عم نقول انه 12 هي multiple لل 3 وال 12 هي multiple لل 4, يعني ال 12 في لقيها بتيبل 3 وبتيبل 4. اذا a multiple of a number is the product obtained when the given number is multiplied by the same or any other number. اذا ال multiple لأي رقم هو جواب ضربه مع أي رقم تاني. خلونا نشوف هيدا الإكزامبل حتى نفهم أكتر. مثلا خلينا نشوف المالتيبلز of 5 شو هن. إذا جينا ضربنا ال 5 بأي رقم حيعطينا its multiples. So 5 times any number equal its multiple. مثلا إذا جينا قلنا 5 times 0, 5 times 1, 5 times 2, 5 times 5, 5 times 8, 5 times 12, 5 times 24, times 38, times 46, times 59, and times 100. كل هيدول اللي ضربناهم في 5 حيعطوا أجوبة. هيدي الأجوبة هي عبارة عن المالتيبلز of 5. هيدي في رقيها بتيبل 5. اوكي, في كتير مالتيبلز نحنا تركناها, يعني قفيناها, بس بهيدي الحالة نحنا بس عم نشوف كيف يعني multiples. إذا حصلنا على series of multiples لما ضربنا الـ 5 بأي رقم, أوكي, جواب حيكون هو multiple of 5. So بهيدي الحالة multiples of 5 هن 0, 5, 10, 25, 40, 60, 120, 190, 230, 295, and 500. هودي بيكونوا المالتيبلز للفايف. اوكي, هلا خلونا نشوف اكزامبل تاني. مثلا اذا بدنا نطلع المالتيبلز لل 12 times any number equal its multiple. فاذا جينا ضربنا بال 12 ب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, الانسرز حيكونوا المالتيبلز of 12. فبهيدي الحالة بحصل على series هو عبارة عن multiples of 12 اللي هن 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100, 120. هيدون هن multiples of 12. لازم تكونوا كلكم فهمتوا شو معنات المالتيبلز لأي رقم. هو إذا ضربت هيدا رقم عم طلع له المالتيبلز بأي رقم تاني, جوابه هو مالتيبل له. هلأ خلينا نتذكر هيدول الكم نوت. أول واحدة, we get a series of multiples by multiplying the given number by other numbers. تاني, the given number and other number are the factors of the product we call a multiple. 3, 0 is a multiple of every number, but 0 is not a factor of any number except 0. 4, the multiples of any number is a set of numbers that does not end. هلا راجع الدرس منيح ورجع احضر الفيديو لتفهمه منيح.